على صعيد متصل وبحضور عدد كبير من البطاركة والمطارنة والآباء الكهنة وشخصيات دينية ورسمية، أقيمت في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم احتفالات بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي. شارك فيها جموع حاشدة من أبناء المحافظة وبقية المناطق. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. احتفلت الرعايا التي تسير وفق التقويم الشرقي بالأعياد الميلادية المجيدة في مدينة بيت لحم المهد السيد المسيح، ومن هنا من ساحة كنيسة المهد حيث تتجه أنظار العالم لهذه البقعة الميلادية لتحتفل بميلاد الطفل يسوع له المجد حسب التقويم الشرقي. وكانت المدينة ممثلة بالكهنة ورجال الدين والوزراء والقناصل وممثلي المؤسسات الدينية والرسمية والمجموعات الكشفية والوجهاء وأهل المدينة. قد استقبلت المطران مار أنتيموس جاك يعقوب المعتمد البطريركي للسريان الأرثوذكس في القدس والأردن وسائر الأراضي المقدسة، حيث كان الاستقبال في ساحة الكنيسة، ومن ثم توجه الموكب لكنيسة السريان حيث ألقى المطران كلمته في هذه المناسبة الميلادية. رسالة السماء لنا لليوم لكل الناس أنه نحن من حقنا أنه نفرح، من حق هذا الشعب أنه يفرح، وفرحنا الأول والأخير هو برئيس السلام واللي بيعطي السلام الحقيقي اللي هو شخص الرب يسوع المسيح. من هذا المكان أعلن تهانية القلبية إلى كل مشاهدين قناة نور سات في كل مكان، في لبنان، في الأردن، في سوريا، في فلسطين. من بيت لحم مثل ما أرسلت السماء رسالة السلام والفرح، أرسلها أنا أيضا بدوري إلى كل مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير. ومن ثم استقبلت المدينة موكب البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، وكان الاستقبال الرسمي من قبل كبار رجال الدين والمطارنة والوجهاء والمجموعات الكشفية التي عزفت ألحانها الميلادية وسط حضور المؤمنين في ساحة كنيسة المهد، استعدادا للاحتفال بقداس منتصف الليل الذي حضره رئيس دولة فلسطين محمود عباس ومندوبة جلالة الملك عبد الله الثاني الأميرة مريم غازي ورئيس الوزراء محمد شتية وقنصل اليونان ورئيس البلدية وعدد كبير من الوزراء والقناصل والسفراء وجموع المؤمنين الذين فاق عددهم في هذه الاحتفالات 5000 مؤمن من سائر أرجاء العالم. رسالتنا في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم المقدس، السلام 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 وإنصاف وإعطاء الحق لشعبنا الفلسطيني الأبي المعذب، وأن ينير طفل المغارة قلوب وعقول زعماء العالم من أجل تحقيق الأمال والأهداف التي نصبوا إليها. وفي نفس الوقت نحن نستنكر وننجو بالاعتداءات المستوطنين المتطرفين على أملاكنا وعقاراتنا الإسلامية والمسيحية وخاصة في القدس الشريف. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن أقدم الشكر الجزيل لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه الوصل الأمين على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ولفخامة الرئيس والقيادة الفلسطينية. باقون لهم أدامكم الله ذخرا وسندا لشعبنا الفلسطيني والأردني والشعب المتواجد في الأرض المقدسة، ونحن نقول لكم العهد هو العهد، سوف نبقى مرابطين حتى تحقيق الهدف الذي نصب إليه، وكل عام وأنتم بألف خير. كما استقبلت المدينة موكب الأنبا الدكتور أنطونيوس مطران الأقباط الأرثوذكس، يرافقه المطارنة ورجال الإكليروس والشمامسة ووجهاء الطائفة القبطية، حيث أعرب عن سروره وفرحته بحلول العيد لأنه رسالة محبة وسلام وفرح لكل إنسان. رسالتنا النهاردة بنوجهها لكل الشعب العربي وكل الشعب المسيحي في العالم كله،
رسالة الحب والسلام. سيد المسيح ملك السلام ولد لكي يزرع السلام ويؤسس السلام في العالم كله. عشان كده في عيد مولد ملك السلام نطلب السلام للعالم كله، ونسأل الله أن يعم هذا السلام وينزع الحروب من العالم، وفكر الحرب نفسه ينزع من العالم. نتمنى أن يستفيد العالم من هذا العيد، ونرجع إلى هدف هذا العيد. هدف العيد هو أن يعم هذا السلام في كل العالم. وعندما حيت الملائكة قالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. فعندما يعم السلام على الأرض هيكون في مسرة في قلوب الناس، وكل الناس هتبقى فرحانة ومبسوطة. وهذا هو هدف هذا العيد الذي نرجوه أن يتحقق ولو بعد حين. كما استقبلت بيت لحم المطران أنباكم مطران كنيسة الأحباش. ها هي مدينة بيت لحم استقبلت 4 بطارقة ومطارنة، مدينة ميلاد الطفل يسوع، مدينة السلام، المدينة الصغيرة بحجمها والكبيرة بأهميتها نظراً لقدسيتها. ها هي بيت لحم تحتفل بالأعياد الميلادية المجيدة التي تسير على الحساب الشرقي. فيا طفل المغارة، اجعل قلوبنا مغارة لكي ننعم بالسلام والمحبة. للنور سات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.